السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل، المهم دي الكفته اللي نعملها مع بعضينا. معلش عشان صوتي عندي برد. دي اللحمه المفرومه اللي هو ايه بالباربيكيو، بحط باربيكيو، معلقه باربيكيو، بحط معلقه صغيره بهارات كده. البهار ده انا اللي بحمصه وانا اللي بعمله على اساس ان انا ايه، بيبقى حلو جدا للحاجه اهوت. شوفوه عشان تشوفوا كده. دوت عباره عن سمسم، كمون، كزبره. الحاجه دي انا بجيبها وبطحنها اساسا، ما باخدش يعني ما بدخلش حاجه كده على طول، انا اللي بطحن وبنقي وبطحن الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة عن كراوية وينسون، السماق وسمسم وشمر، وحتى اللي هو ايه اللي هي اللي بنقول عليها القمح، البليلة، اللي هي البليلة اللي بنعملها بس مطحونة. طبعا انا كل ده مطحونة. كمون، حمص، وزعتر. ده كل البهارات اللي انا بحطها. انا طبعا بحمر البهارات ديت كلها وبعملها على اساس بتنفع في حاجات كتير هنعملها مع بعض، في معجنات وحاجات ياما بتبقى حلوة قوي وبتشبه البهارات اللي بيعملوها السوريين على فكرة، بس هما السوريين بيحطوا مكسرات فوق ده كله، بيحطوا مكسرات. وانا حاطه على فكرة مكسرات، بس انا هما بيحطوا حاجات تانية غير المكسرات. انا حاطه بقى فول سوداني، سوداني هما بيحطوا مكسرات على فكرة، عين الجمل. هنعمل بقى بيها ايه ديت؟ انا حاطه بقى فيها بنعمل بيها كفته، ده اللحمه المفرومه اهي، حطيت فيها بس انا مزوده بقى كل ده، وحاطه معلقه باربيكيو بتبقى حلوه قوي مع الكفته، حاطه البهارات، حاطه توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، كل الحاجات ديت بتتقلب مع بعضيهم، وبعدين هنرجع لكم تاني اشوف شكلها ايه. اجي يا جماعه، عجنتها كويس جدا، دخلت كل فيها الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي اللي انتوا شفتوها، جميع البهارات اللي انتوا شفتوها دخلتها كلها مع بعض على اساس تعمل، يبقى مفيش حته فيها بهار وحته ما فيهاش، فبنقلبها بس كويس جدا على اساس يبقى كله ايه موجود الحاجه. ونسيت اقول لكم ان احنا بنحط بس معلقه زيت عشان بتساعدنا في طراوه الكفته، ما بتخليهاش تنشف معانا، بتبقى حلوه. وهنسقيها انا طبعا شايله ميه البصل اللي هي بس بتتعمل بيها، بتتشوى بيها، بحط مع ميه البصل عصير ليمون. ايه هي كمان، بس بعمل كمان قدامك عشان لازم تبقى كويسة جدا، لان دي هتقعد شوية بس في التلاجة وهنيجي هنصبحها مع بعض. بحضر يا جماعة اللي هي السياخ ديت، اللي هي بتبقى بتتعمل زي المشوية، انا بصبع بيها. باخد كده كرات كرات كده عادي، انا عملتها قبل كده على فكرة في القناة. دي بس هو التتبيلة المرة دي مختلفة شوية. نصبع بالشكل دوت عادي يعني، مفيش حاجة. هجيبها لكم بس شوية عشان تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الصبعين دولت كده ونمسك كده ايه، نكبر بقى، نصغر زي ما احنا عايزين نعمل. اعملوا حسابكم ان هو ساعات طبعا، هو مش ساعات ساعات طبعا، اللحمه بتكش شويه بشويه كده، بتكش شويه، اعملوا حسابكم انها ايه كبروها شويه عشان لما تيجي تكش ما تبقاش صغيره قوي. نعمل معاك واحده تاني ونكمل بقيه ايه اللحمه.
انه بقى رفعه بالحجم اللي انتوا عايزينه وتتحكموا فيه. اهيت ولا فكت ولا اتقطعت ولا حاجة. اسحب عايزي احطها جنب التورته هنا، هكمل وبعدين ارجع لكم تاني. اجي جماعة الكفتة انا خلاص خلصتها، بعمل منها كذا، عملت منها كذا حاجة، طبق كده بسيبه في الفريزر وقت ما بيبقى عندنا حاجة. اجي واحد لكم تعملوها عشان جميلة جدا، بتبقى طعمها حلو. وايجي تاني هنا ومن تحت فيه الطبق بقى منين ده، بحطه طبعا في الفريزر الباقي.